بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. اولا ما هي المظاهرات؟ يجب ان نحدد ما هي المظاهرات عندما نسال هذا السؤال. في فرق بين المظاهرات او ان تاتي مجموعه من المحتسبين من العلماء وطلاب العلم ويذهبون مثلا لولاه الامر لمناصحتهم، قد يكون 100 200 3 اقل اكثر، كما حدث كما تعلم من ايام الدمج. فكان عندنا مثلا مجموعة يذهبون بالمئات إلى خادم الحرمين ويستقبلهم ولي العهد ويستقبلهم ويحاورهم، وما أنكرها أحد لا من العلماء ولا من ولاة الأمر، لأنهم يذهبون بانضباط ويلتقون مع ولاة الأمر، لكن لا يخرجون في الشوارع ولا يصطفون في الشوارع وليس هناك مفاسد. طيب. يذهبون مثلا لوزارة من الوزارات لإنكار منكر منكر ويتفاوت أعدادهم. طيب. أما المظاهرات هي المظاهرات التي الآن بالمئات الآلاف أو بالملايين، وكما تعلم قد يترتب عليها مفاسد في بلد دون بلد. إذن هنا ما هو حكمها؟ هذا الجانب حقيقة المظاهرات يجب نرجعها لأصلها، هل هي من الأمور العبادية التوقيفية أو من أمور الوسائل المباحة التي لا حكمها؟ الذي أعرفه وبحثت المسألة مع عدد من العلماء أن المظاهرات من أمور الوسائل، فإذن وليست من أمور التوقيفية التي لا بد أن نأتي فيها بنص. طيب، ما دامت من أمور الوسائل فإننا هنا يجب نقول الغاية لا تبرر الوسيلة، وتدرس كل وسيلة بحسب بما يناسبها وبحقها. طيب. ولذلك فنقول الأصل في المظاهرات هو الإباحة إذا كانت سلمية ويترتب عليها مفاسد. الضابط ما هو؟ نعم، الضابط فيها ألا يترتب عليها مفاسد كما يقع في كثير من الدول. طيب. أو على الأقل مفسدة أعظم من المصلحة المتوخاة. طيب. لكن سأوضح عدة نقاط. أولا، هذه المسألة من مسائل الاجتهاد، فقد اختلف العلماء، منهم من منعها بالكلية ومنهم من أباحها بالكلية ومنهم من فصل، وكل له دليله وكل له نقدر علماءنا. فإذا هي مسائل الاجتهاد التي لا ينكر فيها. إذا فلا إنكار في مسائل الاجتهاد، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قال ولا يتعدى كما قال الفتاوى على المجتهدين لا بالسب ولا باللوم، وهذا مخالف من منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فمن اجتهد وهو أهل للاجتهاد من العلماء فله حق. ثانيا، يختلف بلد إلى بلد. ما يصلح الحكم اللي في ليبيا نقيسه على المملكة، أو حكم في تونس تقيسه على المملكة. من الذي يحدد ذلك؟ هم العلماء كما قلت، وعلماء كل بلد. الأصل أقول الأصل أن علماء كل بلد هم الذين يحددون ذلك. إذا لم يوجد في البلد علماء هذه مسألة أخرى، إذا لأنهم أدرى بالمصالح وأدرى بالمفاسد. ولذلك أفتى العلماء المعتبرون نعم في جوازها في ليبيا وفي تونس وفي مصر وغيرها. فإذا هي من مسائل الاجتهاد. لكنك قلت أنها لا تجوز في البحرين. أنت استثنى. أحسن، سأبين لك. طيب. لأن سأأتي للبحرين. أحسن. إذا أقول هنا هي تختلف من زمان إلى زمان ومكان إلى مكان. اليوم قد نقول نختلف مكان إلى مكان، أيضا تختلف من زمان إلى زمان. طيب. ما يكون حراما في الأمس أو من أحرمها بالأمس قد يبيحها اليوم. صحيح. وقد يختلف فيها، وهذه مسألة حقيقة مهمة جدا. ولذلك كما قلت ما يهتم مسائل، ما دامت مسائل الوسائل فتدرس في حينها في وقتها في زمانها، والمفتي يتقي الله جل وعلا وينظر لمآلات الأمور. ولذلك نأتي للتطبيق. أنا مع التفصيل، مع أني لا أقول بإباحتها إطلاقا ولا بحرمتها إطلاقا، إنما أقول هي تختلف من بلد إلى بلد. وقلت في قناة المجد في يوم الجمعة أنني لا أراها في المملكة العربية السعودية ولا أراها في البحرين. لكنك لا تراها في المملكة. نعم. ولا تراها في البحرين. ولا أراها في البحرين. لكنك تراها مثلا في مصر وتونس وليبيا. نعم أراها في هذا. نعم أراها. صحيح. وش الفرق؟ الفرق أحسن، لأن المعطيات قامت عندنا في المملكة. أولا كما تعلمون أن لها مفاسد ظاهرة، وأكثر من سيستفيد منها أصحاب فئات خاصة كما تعلمون، سيستفيد منها الرافضة، سيستفيد منها علمانيين ليبراليين. لماذا لا يستفيد منها للخير والإسلامية؟ لا يستفيدون منها واقعا، بالعكس قد تكون تجر مآسي. هذا اجتهادنا، بل هناك أبواب وطرق لعلنا نأتي إليها. طيب. للإصلاح ما نحتاج فيها إلى. طيب. تجربة البحرين. نعم البحرين هؤلاء ليسوا متظاهرون، البحرين هؤلاء خونة. نعم. هؤلاء عملاء لإيران. نعم. خلنا نضع النقاط في حكم. جميل جميل. رفعوا صورة الخميني وخاميني، ايش دخله؟ بل شارك معهم أناس ليسوا من البحرين. هذا كلام خطير دكتور. نعم. شارك معهم أناس ليسوا من البحرين. وأنا بلغ النعم أقول ذكرت. نعم. بعض الوكالات أنه شارك معهم، أنا لا أحدد جهة معينة. نعم. لكن يكفي أنهم رفعوهم صور خاميني. هذه رأيناها. طيب. طيب. ثم أن كثير من الذين قاموا ليس عندهم مشكلة مادية أو ظلم. إذا ماذا يريدون؟ ثم أهدافهم معلنة واضحة
ضمن الإمبراطورية الفارسية، اسمح لي أقول لك، طيب. الإمبراطورية الإيرانية المجوسية، فهم عملاء لهؤلاء. وأنا أرى أن يحاكموا كما قلت يوم الجمعة. أرى هؤلاء ليش هم متظاهرين حتى ندرس وضعهم كأنهم متظاهرين؟ نعم، لا يعني هذا أن أقول أن لا يوجد ظلم في البحرين، لا يعني أن أنا أقول كل ما يجري في البحرين صحيح، بل على حق أمير البحرين وغيره أو ملك البحرين أن يتق الله جل وعلا وأن يصلح أوضاع بلاده وأن يصلح الفساد الموجود. جميل. هو غير من حكام المسلمين، هو غيره، لكن في هذا شيء وظهور هذه المظاهرات بدعوى مظاهرات وهي ليست مظاهرات، فيختلف طيب. الحكم. إذن لاحظ الحكم، الفرق بين حكمنا في السعودية والحكم عن البحرين والحكم في بلاد أخرى. طيب خلينا ننتقل ربما لأهم حدث، وهو الآن الإخوان يعرضون قبل قليل لقطات له، الآن يشاهد المشاهد بعد قليل، وهو الدم الحار الآن الذي يجري في ليبيا. أنت قلت قبل قليل أن الضابط فيها، الآن هذه الصور أمام المشاهد الكريم، وهي صور لا شك أنها مؤلمة في رؤيتها وإحداثها، فكيف بأهلها من إخواننا في ليبيا؟ نسأل الله تعالى أن يحفظ دماءهم ويشفي مرضاهم ويرحم موتاهم وينصرهم إن شاء الله على من ظلمهم. يبقى السؤال الآن، أنت ذكرت من ضمن الضوابط المفاسد. نعم. الآن المفاسد الآن في ليبيا مثلا، الآن البعض يقول أنه هذه مفاسد، الآن قتل الآن حسب الإحصائيات، ونتمنى لازم تكون إن شاء الله خاطئة، قتل ما يقارب 10,000 يقولون في ليبيا، وأنا أعتقد الرقم كبير جدا، ولكن ممكن أن يتحقق في ظل قصف الطائرات. أرجع بك شيخ ناصر إلى أكثر من 30 عام، في سوريا لما خرجت المظاهرات في حماة مثلا كان هناك رأي العلماء لا يخرجوا، صح. على الرغم أنه كان في فساد، صح. في فساد في البلد في الدولة. نعم. نعم. خرج الناس فأويدوا، صح. الآن إذن هذا الفساد الآن موجود في ليبيا والناس خرجوا، أنتم تؤيدونهم الآن وتقولون يجوز خروجكم على الرغم أنه فساد، أنه قتل الناس، عطلت مصالح، ما الذي ترون في هذا؟ أنا الذي أرى، نعم، أنا قبل 30 سنة أيضا كان لي موقف مما حدث، ونصحت الأخوة في سوريا في خروجهم من الإبادة، خوف من الإبادة وحدث. نعم. أنا لم أفتي، تعرف يوم الجمعة، نعم. أنا لم أفتي أن ليبا قل يخرجون أو لا يخرجون، قلت لا. الموضوع يرجع لعلمائهم. لا، أما أنا قد أجمع علمائهم، والرجل قد بطش بكل ما يستطيع الآن، وأيضا مع تكفير العلماء لهذا الرجل كما تعلم بسبب كتاب الطاغوت كتاب الأخضر، فهم قد دخلوا، ولكن الحكم يختلف قبل البدء مع البدء. أنا أتحدث أنا وقد بدأوا ودخلوا في معركة، لاحظت كيف؟ نعم. فهذا قلت مرجعهم لعلمائهم. أنا أتابع منذ عدة أيام رأيهم ورأي علمائهم وعلماء المسلمين في أنحاء الأرض، الجملة مع إخواننا في ليبيا، ويجب أن نقف مع إخواننا في ليبيا. ولذلك لم نسأل قبل حتى تقول أقول أنني أفتيت في موضوع، نعم. ليبيا. أنا أتحدث عن الواقع الآن، عن اليوم، وقلت لك الحكم يختلف من حال إلى حال، صحيح، يختلف من حال. أما قد التحموا فهذا يرجعهم لعلمائهم، هم الذين يقرروا. أنا بعيد جدا عن ليبيا الآن، فلا أدري ماذا يجري في الناحية، من ناحية اللي يبادوا أو لا يبادوا. الأرقام خطيرة صحيح، لكن عليهم أن يرجعوا لعلمائهم. وفي ليبيا من العلماء الأكفاء ومن أهل ليبيا، بإضافة إلى عدد من علماء المسلمين، يجب أن نقف معهم. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، نعم. حتى بغض النظر عن البداية، فلذلك أو رأي الإنسان في البداية، فنقول نعم يجب أن ننصروا، خاصة أنهم أمام رجل أعلن إبادتهم. قد تقول لي طيب لماذا ما يتوقفون؟ أنا أقول لك في رأيي الآن أن توقفهم يعني إبادتهم بالكامل. هذا الرجل سيتفرغ لهم، وقالها البعض، نعم، سيبيدهم بالكامل، كان يبيدهم بالتقطيع فردا فردا، الآن سيجيش عندهم مرتزقة هذا الرجل كما تعلم. ألتعلم الآن أنه يبدو أن عندهم من اليهود الفلاشة، نعم، وقد أعلن في ذاك الحكومة السودانية أن عنده أناس من دارفور، نعم، مشاركين معه، طبعا يبدو أنه عد عدتهم من قبل، ولك جاء ببعض المرتزقة، ولذلك عدد من الجيش رفضوا الجيش الليبي، الرجال الأبطال وقوى الأمن. وأنا أوجه نداء الآن لإخواننا في ليبيا من رجال الجيش ورجال الأمن والشرطة والقبل، ألا يقفوا مع هذا الطاغية، يجب أن ينحازوا إلى الحق وهو ما فيه، نعم. الشعب، إلى المظلوم وهو الشعب، ويجب أن يقفوا ضد هذا الظالم الذي كفره العلماء قبل 30 سنة كما تعلم، نعم. قبل 30 سنة، لأنه حكم طاغوتي استبدل حكم الله جل وعلا، كان الناس يرون الصبر عليه من باب الصبر، كما قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء ومن عباده. لا يعني أن فرعون ولي أمر، نعم. لا، فرعون، لكن الصبر والتحمل، تأتي حالات ما في مجال هنا. أما قد بدأوا وانطلقوا فيجب الحقيقة أن ينظروا، لأنه لو توقفوا الآن ماذا سعد. ولكن أيضا أناشد الحكام المسلمين أن يقفوا مع الشعب الليبي، نعم، وقفة صارمة. والغرب هذا الذي خذل في عدة مواقف، عبرة فيه في مواقفه، قد خذل المسلمين في ليبيا، خذل الذي يدعي الديمقراطية والحرية، ما عدا أفراد منهم، نعم، نعم. ما عدا أفراد من باب العدل أو بعض الدول، أما الجملة من الدول متهمة بالتواطؤ مع القذافي.